إلى اليونان الآن التي تواجه مهاجرين غير الشرعيين. أثينا أرسلت سفينة ركاب نقل مئات المهاجرين السوريين إلى مدينة تسلانوكي في اليونان بعد مرورها بعدة جزر في بحر إيجي. المزيد في تقرير سمية مريجة. اجلسوا وحافظوا على هدوئكم، سننقذ الجميع، سنقلكم إلى مناطق آمنة، فتمسكوا بالحبال. كلها عبارات يسمعها اللاجئون السوريون عند الوصول إلى سواحل اليونان فوق قوارب مطاطية تحمل الصغار أكثر من الكبار، استكمالا لرحلة الفرار من الموت جراء الحروب والنجاة من الغرق، ليتم إنزالهم في 15 جزيرة يونانية مختلفة. الرحلة كانت طويلة كثير والله، طويلة. الحمد لله رب العالمين، رب العالمين تلطف فينا، الحمد لله رب العالمين، وصلنا على اليونان بإذن الله بأمان. الحمد لله شفنا وجهة الحلوة، شفنا الموت بعيوننا، بس مر فقدنا ناس أولاد صغار، وفي شاب شفناه على الطريق هون بنص المي، بالدولاب أخذناه جبناه معنا. كوس، رودوس ولاسبوس أكثر الجزر التي استقبلت عددا هائلا من اللاجئين، خاصة في الآونة الأخيرة إن فاق معدل هجرة هذا العام السنة الماضية بثلاثة أضعاف. أصبح الوضع في الجزر اليونانية حرجا جدا مع وصول عدد كبير غير مسبوق من اللاجئين الفارين من الصراعات في سوريا والعراق وأماكن أخرى في الأسابيع القليلة الماضية، مما يضع ضغوطات كبيرة على الموارد الشحيحة في هذه الجزر. تسالونيكي ثاني أكبر مدن شمال اليونان، أين أصبحت الوجهة الجديدة لهؤلاء اللاجئين، خاصة بعد ترحيل أكثر من 2600 لاجئ إليها لتخفيض الضغط على الجزر القريبة لتركيا.